فوق الحكي والله ما وصلت الحكي هذا الحكي والله ما تقول لي ما ادري ما ادري شويه عمي عمي الديبي والنعم والنعم انت ابن عم ابننا والله وانت اخو اسمعني لا تحكي بصوتي خلي ما يصير وانت اخو ابننا والله صح وانت ايدك المفروض بايدنا منك ونفسك ويانا وحركتك من حركتنا وحركتنا من حركتك تمام لو تمام اما شد زنده اشرب الشاي اشرب الشاي اشرب الشاي لا اشرب بعد قال لك اشرب هذا على قال لك العزاوي ما عنده اسمع يمي المحامده ترى بالقريعه جامو شكلك هذا احنا هم واحد وربنا واحد وكتابنا واحد وامتنا واحده والفاعل فينا هو فاعل الخير بارك الله والله هاي جودك وجود اهلك والله يقول اكرمكم عند الله اتقاكم نعم الله دايما خير بينا هو فاعل الخير يتقدم على ربنا اما ذن تخليهن امشي يا شيخات قدامنا ارجوكم لا تتحدوا على الاخوان واذا خلاها عذره بطريقنا المفروض ندوس على راس العدو اشرب شايك عمي اشرب شايك انت بحضرة ابو مهند حسين لا في المحل شيخ عموم شمر طلع اشرب شايك عمي انا من هالرعيان هاي مو الديم وشمر يقول الرعيان الابل احنا من هالرعيان ابو مهند انت عنوان ابو مهند احنا هسه هاي الوادم قاعده وبدر منا الكلام وسالم احنا اليوم كنا احنا شوية سادة مستعجلين والجمعة يقولون هي خير الأيام عند الله. نعم. ليش فيها جمعة المسلمين وصلاة الجماعة ووحدة الفكر والرأي والمفروض تصير الحركة واحدة هاي يوم الجمعة كلها. نعم. حتى تتوحد القلوب والدليل إنه اليوم بالقدس اللي صار هو كله من أجل يوم الجمعة. إحنا يا عمي يا دليم. لا مو توكل وصلى على النبي لا لا دائما ديوان هذا عمي ديوان هذا ما يصير مرات الصلاة على النبي يسويها تسهيل أمر تسهيل أمر الصلاة يسولف مو قصد يحكي مو قصد يحكي تعرف لا أجينا جمر مدرسة الأربعة أنا ردت أسولف نعم راح الامور اللي جاي يسولف فيها انت والساده انتبهت للساده والساده كنا ننتبه لهم وهالبيت الرحمه احنا من حقنا هم نسولف الناس الموجوده ايه انا خابك ابراهيم العاجل رئيس عشائر العزه ابو بكر والنعم وانت تاج راسي والنعم والشمام خوالي ونعم من شافك والشمام خوالي وخوالي والله الاقرع الشمام الاقرع خوال ولدي قلت والله وجيراني بالفراتة الأوسط خير الكلام كلام الله
احنا بخدم شدينا رايت شدينا رايتنا من الفرات لو صدق هناك وانت خال الجميع وعم الجميع وابو الجميع واحنا بخدم اليوم احنا شويه بس على كيفكم انا ما راح يعني مكلف الناس ذاك التكليف وضاغط عليها ونخليها في شده اريد انا هسه احنا بدنا نحكي بحريتنا ترى حريتنا وانتم كانكم اهل بيت ترى يعني هسه انتم قاعدين اهل بيت ماكو انفعال نفسي او ضغط على احد حتى احنا ندافع عنه بشده كلكم مرتاحين كلكم ان شاء الله مرتاحين جينا انت في نفس العربان احنا ابو علي ابن مجاورنا هو جاي يفرض بن مسيب للوادم يا هو ابو علي بن عمه من ابو علي الخربيط ابو الخربيط ابو عبد علي الناهي لا لا عبد علي الناهي عبد علي الناهي ابو متعب ابو متعب ابو متعب انا ويا حبايب هو احنا نقدر نصلاك وجاي نقول لك والله والله رحت علي يا جماعه من الدوشه انا لك يا عم ايش حكي على الخير علي نعم الشارع واحد منهم انت صار سعده اليوم هذا السوالف هن كلهم مو صحيح وهذا تصرف المرات واحد ما اعرف يعني تجبر تكبر شو يسمونه هذه مو صحيح احنا عندنا ثلاث مشاكل في ان واحد انت سويته اعتداء على المرأة، اعتداء على البيت، اعتداء غير الولد، هاي كلها سويتها في على العشيرة، سبيت العشيرة، انت هسه تقول سويته شمر وش اسمه، بس ابنك هان شمر 20 مرة. عشت حق روزهم والعب كوبا بيهم وسوي هو هذا معناها ان احنا حلهم سالم يا عمي الدليمي يريد يداينك انت اخوي وانت ابن عمي وانت عضيدي المفروض هذني ما يطلع من عندك يا احنا مقررين بيناتنا اولا ترضي اخوتك دول اخوتك هاي وحي ترضيهم وتطب رضاهم من قلب سليم واولادك نفس الشيء واحنا وياك فصل 10 ملايين هذه اسمع بس اعطوني مجال هذه 10 ملايين يا سامعي هذه 10 ملايين مؤجله في الوقت الحاضر اذا اعيدت الكره مره ثانيه باي طريقه من الطرق مربع يسمعون القاعدين والسلام عليكم ورحمه الله انا عندي سؤال امامنا سادتنا المنقولين حياكم الله الجميع جميع اللي جاي ساده ومشايخ كل اللي نبيكم احنا الاعتداء حصل على بيت الشمر على كل شمر حصل وانتم عندكم علم امامنا والله ابو ضياء انطحق وسهم بدون ان يرضي كل الحضور بارك الله السيد راك مرتين ثلاثه قلت له سامك الراحه اللي سولفه هسه ثق بالله ما صاير بكل الديره وانتم تعلمون به ناس تطلب 200 و300 جامد حط حق السالفه واكثر ورضى الكل الساده والشيوخ الحضور احنا اليوم المحمدي اعتدى على الشمل الاعتداء هذا يحصل مو ما يحصل ما اريد نقول ما يحصل بس لازم هذا الزمن المحمدي ينوضع له حد بعد ان كان يكرر مثل ما قال الشيخ ابو ضياء وحط له حقه ثق بالله ابو ما ندري ثق بالله ينخاف من عنده فرق هذا الحق اللي يتعلق 10 ملايين انا الشيخ مالك اسولف ينخاف من عنده بربع قال المحمدي هنا اكو 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 شيء هنا جايه ما شاء الله امامنا البعامر والعزه وغير الساده اللي جايه والمحي على الراس كلكم كل اهلنا بالبيع يعني كل الديره بس هذا نريد انه الحضور هذا الزمن ينحط لحد وبالتالي يمنعون يجي على نفسنا هذا الحكي هذا الدرب ما يطب نهائيا ما نقول سنه ويوم بس بشرط وكان بس مره بشرط انه هذا المنع
نتيجة قناعة وقوة. لا قوة. اسمعني، مو نتيجة حقد وضغينة وتبقى بقلبك. وأنا أريد أسمع، أسمع ولدنا كلهم. عمي ترى هذا ابن عمكم مو عدو. أرجوك. هذا اللي صار ندغ الشيطان. يقولون كل عركة أساسها الشيطان وآخرها الندم. الندم يعني الرحمن يحضر ويعقل بني آدم يقول له أنت ترى غلطان، والشغل على الطريق الصحيح. فولدي ترى كل عركة سببها الشيطان، كل عركة كائن من تكون سببها الشيطان وآخرها الندم. هذا قول الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام. فولدي هذا هو ابن عمكم غلط غلطة، وهذه غلطة احنا هو واحنا نتحمل وزرها ونخليها ورا ظهرنا، وجاءت ان شاء الله يضيع عن الماضيات كلها. سادتنا شوفنا احنا ولو سيد انا كسر مجال شوية طيني احنا هذا الحكي كله اللي سوله بالشيخ هذا راح تكون عليها مضبطة ان شاء الله وبحضوركم هذا مضبطة. احنا قلنا اذا ينعاد محلق عشرة هذي تنخاف منا حشو مربع وفترة هذا ما يفوت في شارع. احنا حفاظا عليه وحفاظا على البيت بكرة وثانية وبحضوركم انتو السادة امامنا ابو محيل بعامر العزة هذا سلمه هو واخوته يجي يعتذر من الدار هاي وحق الله وكبيره يجي وياه هذا اللي عنده ترى تقوا بالله سيدنا قد انت تبيونك علينا بسيطين جدا هذا ديوان شمر شمر مدرسه ترى مدرسه شمر يا سيد يا سيد بعد يقولون حديث الرسول صلى الله عليه وسلم اخر وصيه آخر وصية وصى بها قال أوصيكم خيرا بالنساء. اسمعني اسمع رجال أبو علي ما مستعجلين عم ما مستعجلين على هاي السالفة على يجي للدار وما أكرم النساء إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم. هذا لؤم هذا اللؤم حقيقي